اللي انا بقوله عن اللاعب هذا الان يعيش في سنواته الذهبيه، هداف كبير، هداف يعني، خاصه لما شفنا الارقام اللي تفضل فيها اخوي الكابتن مجدي، يعني مسجل اكثر من 50% من المباريات، يعني هو لاعب 222 مباراه مسجل 111 هدف، لاعب 100 مباراه مع المنتخب مسجل 65 هدف، وهو يلعب مع فرق ما عندها فرص كثير، يعني مع نادي فولهام او منتخب صربيا ما هم بالفرق اللي تلعب في 18 الفريق الاخر. فاليوم الهلال احنا نشوفه يصل الى المرمى كثير، عنده اطراف وعنده مهاجمين وعنده اظهره من يعني على مستوى عالي، ولكن ما كان عنده راس حربه جوا 18 يخلص. اتوقع انه بيكون حل، وحل كبير لنادي الهلال.